يلا يا روحي طلعوا فيني، اوعكن حدا يضيع طاقيته. والله فتلت كتير لاشتريت لكم ياهن. رح افتح الباب. تسلموا لي يا ماما، كتير حلوين اوعيكن يا حبيباتي. اخدتوا كتبكم ما هيك؟ ايه ماما اخدناهم. اهلا وسهلا. مين اجا عمار؟ هاتي هي عمك. اهلا فيك. انا رح اجيب الشنتاي التاني. يسلمون. يا روحي امي. شو ما في كلمة اهلا وسهلا يا روحي؟ دخيلكن ما احلاكن يا عيون ستكن انتو. قربوا تعالوا لعند التيتا. يلا ما عم بيتذكروكي. اخر مره شافوكي من 4 سنين. إيه لكن هالمرة رح يتذكروني. شوفوا شوفوا شو جايبتلكن معي يا أولاد. أوه شكرا كثير. هذا ألك؟ كأنه حلوة. وهذا ألك؟ وهذا ألك؟ شو هاي؟ ما حبيتها. شو هاللعبة؟ مو حلوة ابنو. مو حلوة. ما بدي إياها، ما عجبتني. وأنا كمان. يلا لنشوف، هلا بتتأخروا على المدرسة. يلا الباص ما بيستناكم كتير. يلا يلا بسرعة. اوعك بيوم تفكري اني ضل قاعدة ببيتي واتركك هيك لحالك. اكيد يا بنتي انت بحاجة مساعدتي بهالوقت. كان فيكي تعملي مثل كل مرة. ما كان في ضرورة تجي. إذا ما أنا أجيت لعندك مين بده يدير باله على الأولاد يا بنتي؟ قولي لي مين بده ينظف لك ويطبخ لك؟ أنا لساتني لهلأ بقدر أعمل كل شيء. إن شاء الله ما بتحتاجي حدا يا بنتي، بس هالمرض مو مثل أي مرض تاني. مع الوقت بجوز تتعبي كتير وانتي رح يكون لازمك مساعدة. انتي ليش واقفة هيك مرت عمي؟ تفضلي عدي. عمر يا ريت تجي معي شوي. انت ليش جبتها؟ وليش قلت لها اني مرضاني فوقها؟ نحن مو هيك اتفقنا سوا. لقيت انه لازم تعرف يا حياتي. هذا مو من حقك لانه مو قرارك وحدك. معقول هيك يا عمري؟ انا برايي انه لازم يضل معك حدا هون. ايه وما لقيت حدا انسب من امك. عمر هي المره ما رح تساعدني وتسهل لي حياتي، بالعكس يمكن تصعبها. هي بتحط رجل فوق رجل وخط طول النهار على نق واوامر واعملي هيك ولا تعملي هيك. وبركي تغيرت مع الوقت. يا عمر انت طيب. امي ما بتتغير ابدا، مستحيل. زيزي تعي. ياسمين في إلك عندي خبر، بس تسمعي رح تنبسطي. وانا كمان رح نتجوز انا وخلوق. يا عمري والله فرحت لك كتير. وأنا كمان. بس مو كأنك سرعتي شوي زيزي؟ ايه مزبوط، بس هيك صار خلاص. اسمه ونصيب. حبيبي حدد موعد زواجنا بتسعة آذار. تسعة آذار؟ ايه تسعة آذار حبيبتي. شو فيها؟ طلعي فيني من هلأ. اكتبي وحطي إشارة جنبه لأنه إذا نسيتي بدي إزعل كتير. ها أنا أصلا حتى لو تذكرته ما بقدر، ما بقدر أجي بهذا اليوم. وليش لحتى ما تقدري؟ اه
يعني شو ممكن يكون في عندك شيء أهم من عرس أعز رفيقة على قلبك؟ فهميني شو عندك؟ عندي عرسي أنا وغسان قررنا نتجوز بتسعة آدار. شلون هيك يعني؟ شو بكي شو شلون يعني؟ بتعرفي إنه تسعة آدار عيد ميلادي وأكتر يوم بتفائل فيه؟ زين هلأ ما ضل عندي غير هذا النهار تتجوزي فيه؟ وأنا شو بيعرفني ياسمين إنه هيك؟ خلوق هو اللي حدد الموعد. يا الله شو هالقصة؟ استني دقيقة بس، أنا هلأ رح أتصل بخلوق وبسأله بركي منحدد موعد تاني. إيه اتصلي فيه قولي له يأجله. يلا يلا حبيبتي رح أتصل فيه. الشايات هلأ ساويتهم رح صبهم وجيبهم. ماشي يلا. ماشي يا روحي. أمال أمال استني أمل لو سمحتي وقفي شوي بدي أحكي معك. ليكي مبارح بالليل كنت مثل الحمار وأنا بعتذر عن الحكي اللي حكيته معك. ماشي يعني نحن قاعدين بالحارة وشنبوش بعض ما في داعي يصير بيناتنا زعل. بقى برجع بعتذر منك مرة تانية ويا ريت تسامحين. إيه حبيبي معلش نأجل حفلة عرسنا لوقت تاني. أيوة طيب خلص انت فوت على اجتماعك. باي يا عمري. ما رح تزبط. ليش؟ ما مشي الحال. بتعرفي ليش؟ لأنه بده يعمله قبل ما تبلش الانتخابات اللي مترشح فيها. يعني والأهم من هيك كمان أنه نخبروا كل وسائل الإعلام بموعد العرس. يعني نحن مجبورين نتجوز بهذا اليوم. بس الحمد لله أنتم ما انتكم مجبورين على شي بنوب وفيكم تأجلوا لأي يوم تاني. شو يعني هالحكي؟ تسعة آدار يوم عيد ميلادي بيكون ويوم الحظ بالنسبة إلي. لا تزعلي مني أنا مضطرة أتجوز بهذا اليوم مو بإيدي. ياسمين في شي أنا ما عم أفهمه بنوب؟ شو مفكرة بقيان وقت لتسعة آدار؟ ليش مستعجلين كل هالقد انتو الاثنين يعني؟ حبيبتي خذوا وقتكم وتعرفوا على بعض اكثر. انت اكيد عم تمزحي، نحن اللي مستعجلين نتجوز؟ لك طلعوا على حالكم، ما صار لك كم يوم تعرفي للرجال، صار لكم يمكن شهرين، انا صار لي سنتين. ايه نحن صحيح قضينا بس شهرين مع بعض، بس كنا مع بعض على طول بهالمدة، وين ما راح كان ياخذني معه وما تركته ولا لحظة، وانتو السنتين تبعكم، عفوا. يوم ايه وشهر لا، يوم ايه وشهر لا، الزلمة كان بغيبوبة ولما فاق من الغيبوبة طلع نسيانك كلك مين انتي، ومدري كم شهر فوق انضل ما يعرفك بنوب. منتبه علي شو عم احكي؟ هالمدة الطويلة اغلبها ما كان بيعرفك. اذا شطبنا هالمدة كلها حبيبتي ما بيضل عنا شي. ولك يا عيب الشوم عليكي. تفو انا ابدا ما كنت متوقع منك هالشي. معقولة تحكي معي هيك بأحلى يوم بحياتي؟ مو انتي أعز رفيقة عندي. يلا قولي. أساساً أنا اللي ما توقعت منك هالشي. أصلاً انتي اللي حابة تنزعي فرحتي لذلك تفو تفو تفو. انتي اللي تفو انتي اللي تفو تفو انتي اللي تفو. أمو بس هيك تفو وتفو من دون ما حس عم تخليني انزل لمستواكي. انتي بتعرفي الزلمة اللي بدي اتجوزه مين؟ عم قلك جوزي رح يصير رئيس البلدية بعد كم يوم وخبرنا الاعلام ان شاء الله يكون رئيس الجمهورية. شو اعمل؟ بدي اتجوز تسعة آدار. ما صار لك مطلع 40 يوم انتي، مو اخذ عقلك غير الجواز يا جد بلكان. يلا يلا بلا ما تعنسي جدبة. بتعرفي شغلة؟ انتي ما صدقتي على حالك لقيتي حدا يتزوجك ودغري قلتي له يلا يلا موافقة. حتى بتعرفي خطر على بالي شغلة كمان، يمكن هو مو فائد للذاكرة بس لما شافك وشاف منظرك هذا عمل حاله هيك وما بيعرفك. يلا روح لحقي حالك قبل ما تعنسي. أنانية أخذ عقلك لجواز. وحدة مثلك اللي أخذ عقلها لجواز. صحي على حالك عيب بقى. وحدة أنانية ولا انت ما بتعرفي عيب. انتي روحي جد بدا خليك. ها يلا انقلعي يلا لبرا لعمة لك تفوق. أخذ عقلك لجواز. وحدة مثلك اللي بياخد عقلها لجواز. تفوق. أنت لساتك زعلانة ومقهورة مني؟ مانك نسيانة كيف جوزي أحمد تركنا وراح مو؟ أصلاً أنت كل الحق عليك. أنت كنت صغيرة رفيف وما كنت بتعرفي شي بنوب. مو صغيرة يمكن صغيرة بس بفهم كيف كنت مسوتي له عشته لبابا أحمد. دايماً عم تشكي وتبكي وعلى طول بتنكدي عليه وعلى طول مو عاجبك. ولا الحق معه الزلمة يعني من ورا عمايلك طفش. بس هو يلي لا تقليلي هو.
شو عم بيصير؟ الواحد هيك، يمكن الواحد لما تقرب ساعته بصير يحس مثل ما عم حس ويفكر بكل شي صار معه من قبل. كل الناس بتعرف شو يعني أبا أكتر مني. أنا كتير كنت حبه لبابا أحمد لأنه أبي الحقيقي مات بكير، وتقريباً أنا ما بتذكره. وبعدين إجا بابا أحمد وعيشني بنعمة إنه يكون عندي أب، بس بسببها هي بابا أحمد اللي بحبه راح وتركنا لحالنا. وانت عم تقول خليها تضل بتساعدك هون وبتهون عليك بمرضك وبتسهل لك حياتك، بس هي هيك طول عمرها ما فكرت فيني وما بتفكر إلا ببسطة لأنه هي وحدة أنانية. يعني برأيك لو كانت منيحة كانت عملت فينا هيك ويتمتني مرة تانية؟ لو ما لا أنانية ولو هي عن جد منيحة كانت قبل ما تعمل هيك فكرت فيني وما خلت بابا أحمد هيك يتركنا. يا الله غسان، مشاني لا تزعل، مراد ماله رايح على أمريكا ومو راجع، الصبي رايح يدرس وبعدين بده يرجع. صح، بس كيف عم يتطلع نظراته؟ هو عم يتطلع فيني كأنه عم يقلي لازم روح. لو سمحت غسان لا تزعل منه، لو سمحت. عم تحكي مزبوط، خلص. وانت كمان ما بدي اياكي تزعلي، ماشي؟ اصلا انا زعلت ومشي الحال غسان. شو قصدك؟ شوفي هلا من شوي انا وزينة تخانقنا. انت وزينة؟ ايه، وكل ما بتذكرها عم يرتفع ضغطي، تعبت لي اعصابي. في هذا خلوق سايكل المرشح للبلديه، ايه تقدم له وبده يتجوزها كمان. هي فورا وافقت. أبالله. على قد ما لوقح راح حدد العرس بتسعة الشهر، تصور مو بقيان غير كم يوم وبيتجوزوا. لقلك شو اجت حكيت، قعدت هون وحطت رجل على رجل وبكل غرور قالت لي انتو اصلا امتى ما بدكن بتتجوزوا، بس نحن مو امتى ما بدنا بنقدر لانه هو مو فاضي. بتعرفي يعني رئيس بلدية وبتفتح عيونها هالقد؟ يا اخي ان شاء الله يكون رئيس جمهورية، نحن شو دخلنا ليكون ما بيحق لي اتجوز باليوم اللي بدي اياه يعني. وبعدين كلمة من عنده وكلمة من عندي، وأنا بزقت عليها وهي بزقت علي. بزقتوا على بعض؟ شو؟ مو هيك قصدي، لا ما بزقنا بنوب. يعني مثل ما الستات الكبار بتعمل تشو هيك، يعني ما بيطلع شيء من هون يعني، نحن مو عن جد بزقنا على بعض. بس أنا كتير زعلانة ومقهورة. لأنه أنت بتحبيها لزينة؟ طبعاً بحبها. طالما هيك خلينا نغير موعدنا، الزواج بيوم عيد ميلادك فكرتك هو؟ يعني بالنسبة إلي ماله إجباري، وحتى إلك أنت. ليش؟ لأنه لما بيصير عيد زواجنا وعيد ميلادك بنفس اليوم مضطرة تقبلي بهدية واحدة. إذا أنت بدك منغير وقت العرس. صح، يعني مشان اقدر احضر عرس زينة. طبعا اذا انت بدك. ايه بدي. شكرا غسان. خليني اروح خبرها لزينة. ايه لازم احكي مع زينة وقلها انه غيرنا التوقيت. ايه انا كمان خليني اروح. ايه خلص، خلي الليلة ينام عندك اذا بدك، والمرة الجاية بنيمه عندي. شوفي لقلك مروة، كرمال الله لا تخلي الولد ياكل شوكولا كتير يا روحي، بكرة بيعوفني حالي ومع الوقت بيصيروا سنانه يوجعوا. ماشي حبيبتي. مروة عم يندق الباب، منحكي بعدين وانتي اتصلي فيني إذا صار أي شي. ماشي. ورد؟ أمل خانم؟ ايه أنا. وقعي لي هون لو سمحتي. ايه طبعاً بوقع لك. تفضلي يا خانو. عفوا، بس هدول من مين؟ مكتوب على الكارت يا خانو. طيب شكرا. على عيني. آه.
أنا آسف على كل شيء قلته، وأنا بعتذر كتير لأنه جرحتك لؤي. يا الله، ياسمين ياسمين، شوفي بعينك، طلعي مكتوب ياسمين، ما هيك؟ مزبوط. كنت بدي اتصل فيكي هلا الله وكيلك مشان اعتذر منك، وانت اجيتي تاخرتي. زيزي انا اليوم من الصبح مرتين كان رح يوقف قلبي الله وكيلك. هذا خلوق تبعك مو بده يتجوز بتسعة آدار؟ مزبوط. اي تجوز، يعني تجوزوا. عن جد عم تحكي؟ اي جد، نحن مو بتسعة آدار، منتجوز بعدين بتسعة حزيران، ما أنا مشكلة. يا روحي انت، انا كتير بحبك. وانا بحبك. ايه بس نحن قديش حكينا وغلطنا مع بعض، هيك ما بيصير ابدا، والله عيب علينا، معقول ننسى العشرة؟ كأنه ما لنا رفقات، والله كتير خجلانة منك. فوتي ليش واقفة؟ يلا تعال. فرحتيني بهالحكي كتير. قديش كنت متضايقة من جواتي لما قلتيلي إنك عم تستعجلي وراكدة ورا غسان لتتجوزيه، يعني حسيت الدم كله طلع لراسي. بس شوفي لا تفهميني غلط، أنا مصدقة، ويمكن شكي بغسان نسبته كتير صغيرة، يعني 1%، ما بقدر شك فيه أكتر. وأنا من هالسيرة بينقطع نفسي، ما بقدر أخذ نفس منيح. لحظة ياسمين وقفي، خدي كلي شوية شوكولا بيفيد للاكتئاب، هيك بيقولوا. أنا خلصت نص العلبة. ليكي اسمعي، أول شي أنتي ما لازم تفكري هيك أبداً، لأنه أنتي وغسان رح تكونوا كتير مبسوطين صدقيني. بالله عن جد؟ ايه طبعاً، شوفي أنتي ويا بتحبوا بعضكم من زمان. ايه والله، ومن زمان بتعرفوا بعضكم. بتعرفي هلأ شو خطر على بالي مشان قصتك ياسمين؟ شو خطر لك؟ فكرة كتير حلوة ورح تعجبك أكيد. أنتي بتعرفي أنه أنا كتير بحبك، ما هيك؟ بعرف. طيب إذا منحب بعضنا كل هالقد، ليش ما منتزوج بنفس اليوم أنا وأنتي؟ الفكرة بتجنن، متخيلة؟ شو هالحكي؟ استغفر الله العظيم يا ربي. زينة شو عم تحكي؟ مشان الله، صحيح أنا بحبك كتير، بس ما فيني فكر هيك تفكير. شو ما صار؟ الله لا يوفقك، بشو فكرتي؟ انت وحدة هبلة؟ شوفوا شو خطر على بالها. لك أنا عم قلك، يعني ليش ما منتزوج بنفس الصالة، بنعمل عرسين سوا؟ حبيبتي بنخلي فرحتنا بنفس اليوم، هيك بقصد. زينة عن جد الفكرة كتير حلوة. طبعا. برافو، قديشك ذكية يا بنت. وكمان بيزبط على نفس التاريخ اللي بدنا اياه. مثل الإخوات. مثل الإخوات، مزبوط. زيزي أمال، أهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. غسان موجود؟ لا والله، على أساس رح يضل مع مراد اليوم. منيح، هيك أحسن. ليش واقفة؟ تفضلي فوتي فوتي، ارتاحي جوا، عدي وين ما بتحبي، بس لا تؤاخذينا، البيت شوي مكركب. اتركه خلص، اترك ما في مشكلة. أنا بصراحة جيت مشان اتشكرك، انت خليتني انبسط منك، وما كنت متوقعة هالشي من حدا، لأنه من زمان كتير ما اجتني باقة ورد من رجال. يعني هلأ سامحتيني على كل شي؟ قالوا اي اكيد سامحتك، بس بصراحة القصة فاجأتني، ليش مين بكون انا حتى تبعت لي باقة ورد؟ خلصنا لك امال، ما في داعي تكبري الموضوع، انا ما كان قصدي لك هيك. شو كان قصدك لكان؟ يعني نحنا كل واحد فينا عنده طبع خاص فيه، بهذا المعنى انا قصدته. يعني بفهم منك انه ما بتلبق لك وحده مثلي، مو هيك لؤي؟ لا لا حبيبتي، مو هيك قصدي، يعني
قصدي إنه نحن مستحيل نتفاهم مع بعضنا. ليكي أنا زلمة بيتوتي بحب التقاليد وفيك تقولي دقة قديمة، يعني ماني الرجال اللي ببالك تبع الرومانس والغزل. أنا هيك بدي وحدة تجهز لي الصبح بيض وتحط لي معه سجق، والمسا لما أرجع من شغلي تستقبلني من الباب، وقمصاني وتيابي لازم يكونوا دائما نضاف ومكوي. يعني أنا ما بعمل هدول برأيك؟ بنظرك النسوان يلي مثلي ما بيطلع بإيدهم هيك شيء أبدا، ما هيك؟ لا بيطلع بإيدك أكيد، بس أنتي مانك من هاد الستايل. لكان أنتو كيف مفكريني؟ فهمني أنا شو بنظرك؟ شو يعني ماني من هيك ستايل؟ يعني ما بعرف شو بدي أقلك، بس أنتي بصراحة مرة راكدة ورا بسطة، يعني روحتك على السوق أهم من بيتك والولاد. أمل بتلعب وبتنبسط بس ما بتعرف تعمل أي شي تاني، والرجال بيتسلوا مع أمل وبيزدوها، يعني أنا للبسطو بس تملوا مني بتتركوني، ما هيك؟ يعني بالآخر للتسلاية. استغفر الله العظيم، أنا ما كان هيك قصدي أبدا. لك شو كان قصدك؟ قلي شو قصدك؟ لسه ما قصدي هيك ولا قصدي هيك، فهمني شو قصدك أنت. لانتو شو مفكريني وشو شايفيني قدامكن؟ بس بدي افهم ليش هيك بتنظرولي؟ قلولي انتو شو مفكريني؟ يعني ماني انسانة مثلكن؟ وانا ما بتمنى يكون عندي زوج، وما بتمنى يكون عندي بيت ولاد. لك حلمي فوت على البيت ولاقي رجال قدامي، وبتمنى لما نام يكون في رجال حس بنفسه، وبتمنى اشوف ولادي ما كن عارفين انه هالشي دابحني. امل دائما بتضحك، أمل بس بتحب تلف وتدور، كأنه أمل مبسوطة كتير، مفكرين ما عندي هموم، ما هيك؟ أنتو شي يوم سألتوني يا أمل كيفك؟ اشتهيت حدا يقلي يا أمل شو أخبارك، حبينا نطمن عنك. سألتوني شي يوم عن همي؟ أنتو بالأول اطلعوا على حالكم قبل ما تحكوا. شو ساوي؟ إذا أنا مرة لحالي لازم ضل قاعدة بالبيت وعم أنتو بحظي؟ ولما الزلمة يحكي معي برافو عليه، وإذا أنا صديته بصير وسخة؟ رح أقلك إمتى بتحبوني؟ لما بتشوفوني بدون تياب. ما خد هاي الكندرة أول شي، خد هاي شو لعدت لك ياها، وهذا الجاكيت بلا خده، بدك البنطلون خد. والكنزة كمان خدها، اشلح هاي كمان. لا 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 أمل، بلا بدك ياها، لا ما بدي، بلا. حبيتني هيك؟ عجبتك ما؟ كل الرجال بيحبوني لما أكون هيك قدامهم، بيحبوا يشوفوني ضعيفة. طلع فيني، طلع علي منيح. خلص خلص جاي. اهلا وسهلا، تفضل. كنت عم ساوي شاي، يلا فوت. لا بلاها، ما بدي شاي بنوم، بدي اياكي تطلعي معي، الجو كتير حلو. امشي خلينا نفطر برا بشي محل يلا، وبعد ما نخلص منروح على مكتب زواج ومنحدد موعد يلا. بدنا نحدد موعد؟ غسان، انا بدون ما اسألك عطيت وعد لحدا؟ شو؟ بعرف منيح أنه أنت حابة تنقي فستان العرس، بس لما شفت هالطرحة وتخيلتك لابستيها ما تحملت. هاي الطرحة طبعاً إذا ما عجبتك مانك مضطرة تلبسيها. والله بتاخد العقل، عن جد بتجنن، ذوقك كتير حلو. وشركة تنظيم الأعراس طلبوا إنه يقابلوكي قبل بوقت، منشان قبل ما يبلشوا بشي ياخدوا رأيك بكل التفاصيل. خلوق، أنا من دون ما أسألك عطيت وعد لحدا، تعرف لا ياسمين رفيقتي؟ أنا مبارح المسا مو رحت لعند زينة لأني كنت حابة أعمل لها زيارة، أول ما فتحت الباب شفت هداك المنظر،
زينة كانت عم تبكي وخدودها كلهم دموع وعيونها حمر كتير ومنفخين والشاورمان، ولما شفتها بلشت تحكي وكانت كتير معصبة وعم تقتل بحالة، عم تقلي أنا بتسعة الشهر هاد يا منعمل العرس مع بعضنا يا بلا، وخلص ما عاد بدي هالعرس بعد اليوم، وقالت الموضوع منتهي من عندي. قمت أنا قلت لها خلص لا تعملي هيك، نحن الموضوع عنا مو كتير مهم، وهي عم تقتل بحالة تقتل. ولما شفتها بهاي الحالة سكتت ما عرفت شو أقول، واضطريت إنه سايرة. كيف يعني؟ بدنا نعمل عرسنا سوا. عرسكن سوا؟ شو اللي خطر عبالك زينة؟ ليك رح قلك، امبارح المسا ياسمين اجت لعندي تمام؟ وكانوا عيونها محمرين من كتر ما أنا بكيانة، وقالت لي إذا ما عملنا عرسنا سوا رح كون كتير مقهورة، ولما شفت حالتها هيك انجبرت وقلت لها خلص مثل ما بدك. ايه لأني لما شفتها هيك انجبرت إلا موافقة، بس إذا أنت ما بدك هالشغلة فوراً منلغيها. مو هيك، مو مشكلة. ليكي أنا عامل العرس مشانك أنت، وبدي إياكي تكوني مبسوطة، بس إذا أنت هيك حابة ما في مشكلة بنوب. أنت اقتنعت وما عندك مشكلة؟ أنا كل همي بالآخر تكوني مبسوطة. معقول هالحكي يا زينة؟ يعني لازم يكون عرسنا شي خاص فينا أنا وأنت. بعدين من ناحية تانية أنا وضعي السياسي معروف بالبلد، بعدين مو قلتي لي أنه خطيبة لياسمين كان بالسجن لفترة؟ أنت كيف بتطلبي مني أني أعمل عرسي مع هيك واحد؟ إيه معك حق، بس معقول إلا لياسمين هذا الشي؟ يعني كيف بدي إلا بسبب ماضي لغسام ما بنقدر نعمل عرسنا سوا؟ رح تزعل كتير، مو معقول. يلا خلينا نروح نفطر. دقيقة. شو؟ خطرت على بالي شغلة. احكي. أنت بدك يكون بعرسنا عروس وحدة وهي أنا، مو هيك؟ مزبوط. لا دقيقة ليكي. أنت إذا ما بدك بالنسبة لي ما في مشكلة بنوب، ما في مشكلة. ما في مشكلة بنوب، بس هذا عرسك، أنت شو عم تقول؟ لازم ناخد قرار مشترك أنا وياك، وأنا كلمتك علقت براسي. أنا بدي أكون العروس الوحيدة بهذا اليوم. إيه ومنشان العرس المشترك؟ ما عاد بدي. ما عاد بدك؟ ايه يعني صحيح انا وزينة منحب بعض ومثل الاخوات، بس لحد معين كمان. شوف المرة بكل حياتها مرة واحدة بتحس حالها ملكة، وهالشي بعرسها، وكل العالم عم يطلعوا عليها وهي مع جوزها، وانا بدي كون الوحيدة بهذا اليوم. اذا هيك روحي قولي لها الحكي. شو؟ ما بيصير الا رح تعاتبني وتقلي انتي الصبح بتحكي هيك والمساء بتحكي شي تاني. اذا هيك تحججي فيني، تحججي فيني. ايه ياسمين قليلة غسام ما رضي وكتير تضايق مني، وحتى تخنانة انا وياه. انت رضيان تكون بهالصورة قدامك كرمالي؟ أنا كرمالك مستعد أعمل أي شيء. يا الله قديشك رجال منيح يا غسان. بحبك يا روحي أنت. أعلن المرشح لرئاسة مجلس البلدية خلوق سايكن أن المرأة التي ظهرت معه بالصور خطيبته. خطيبته؟ كما أعلن المؤتمر الصحفي بأنه ما سيتزوجان في أقرب وقت. شوف شوف شو ساويت لك، عملت لك بيت بالسجق مثل ما بتحبه بالضبط. مسيك لقلك، يلا خد بلش واعطيني رأيك، إن شاء الله يكونوا مثل ما بتحبهم. شو صار؟ ليش ما عم تاكل؟ عملت لك البيض عيون، ما بعرف إذا هيك بتحبه أو لا. اللي ما عجبك باخدن وبحط فوقن الغطا ليستووا وبخليهم ينقلوا مرة تانية. أخدن دقيقتين بيصيروا. لا أنا هيك بحبهم. صدقني مو أكتر من دقيقتين. ما في داعي يسلموا. إيه صحتين وعوافي بالهنا.
اهلا وسهلا مرت عمي. اهلين فيك. شو لوين رحتي من الصبح؟ رفيف ما فائت ما هيك؟ لا لسه ما فائت. منيح. خد هدول يا ابني. شو هدول مرت عمي؟ هدول حق البيت تبعي، ولسه في دفعة تانية بس ضلوا عند المكتب. انت بعتي بيتك؟ طيب ليش بعتي؟ بعد هالعمر ما بيلزمني لا مال ولا ملك يا عمر، وهالمصاري تصرف منهم على علاجة لرفيف شو ما كان، وأي شي بيلزمها تدفع من هالمصاري. يلا خدهم. لا شكرا كتير مرت عمي، بس ما في داعي لهذا الشيء ابدا. يعني بصراحه نحن في عنا تامين صحي، والمصاري اذا ما كفوا بقدر روح اسحب قرض من البنك. بتعرف لا ما في داعي تاخذ قرض بنوب. بزغرتها لبنتي رفيف ما قدرت خليها تكون مبسوطه، وعما جوز امها كان طيب وحنون معها، وهي كتير تعلقت فيه. رفيف كانت تتعامله على انه ابوها، بس انا بشخطه الم طلقته. طبعاً كان عندي أسبابي الخاصة وقتها، وإذا بدك ما بحب أحكي فيها أبداً يا ابني. فكرت أنه رح أنجح لحالي وأقدر مشي الأمور، وقلت أنا بكفيهم لأولادي، بس ما قدرت. ورفيف انجبرت تكبر بسرعة، وبعدين أنا صار معي سرطان، وهلأ كل اللي بتمناه أنه شوف وشي عم يضحك، وحلمي صار أنه تتعالج بالطيب. يلا خدن يا عمر. شو هذا؟ عم تعطي مصاري لعمر؟ أنا ماني بحاجة لمصرياتك منوب. بس أنت ما في داعي تكبري الموضوع، أنا أمك يا بنتي. وأنا ماني بحاجتك، وبظن إنه كلامي مفهوم. بزغرك كنتي هيك عنيدة، وكنتي هيك تخانقي، ما تغيرتي أبدا. وانتي كمان ما تغيرتي، لساتك أنانية، ولسه ما بيهمك الناس اللي حواليك بشو بيتأثروا. خلصنا بقى، خلصنا. أنا اليوم بدي اياكي تروحي من هون. ما رح أترك هالبيت بنوب. مفكرة أنه سهل عليك تحاربي السرطان لحالك ما؟ أنت لأنك شفتي معي سرطان مفكرة حالك بتعرفي كل شي، ما هيك يا رفيف؟ أنت غلطانة كتير يا بنتي، وأنا مستحيل أتركك بهالحالة. إذا عجبك أو ما عجبك أنا ما رح أتركك أبداً، ما بتحرك لحتى تطيبي. بدي أكون جنبك وخفف عنك يا بنتي، ما بدي اياكي تحسي بالوجع لحالك. بكره رح تمرق مراحل كتير صعبه عليكي، وانا لازم ساعدك لتوقفي على حيلك. وهلا اسمعيني، يا بتحاربي مرض السرطان يا بتحاربيني. خلينا نوقف مع بعض ونحارب هالمرض. رفيف عرفت انه امها ما رح تتركها لحتى تشوفها طابت من المرض، وبعد ما عطتها خيارين أكيد ما رح تحارب أمها، ورح تحاول تركز على المرض اللي معها. أهلين ياسمين. زينة والله كنت جاية مشان شوفك. وأنا كنت بدي شوفك. بالله جد؟ أنت ليش بدك تشوفيني؟ أنا قلت منقعد ومنحكي شوي مع بعضنا. وانتي ليش بدك تشوفيني؟ انتي احكي، شو الموضوع اللي بدك اياه؟ قولي خليني القط نفس لانه تعبت من المشي والله. وانا تعبت لانه كبيت الزبالة. انتي يلا بلشي الموضوع. لا خلص انتي احكي. شوفي زيزي، نحنا مو حكينا اليوم اذا انتي متذكرة انا وياكي بخصوص عرسنا؟ مزبوط.
ياسمين شوفي، وأنا كمان فكرت منيح وعم أقول يا ترى نحنا كيف بدي أقول لك القصة، نحنا استعجلنا شوي مو؟ صح يعني ليكي ليكي أنا وغسان حكينا عن الموضوع وأنا قلت أحسن شيء افتح معه القصة، بس هو عصب مني كتير وصار يقلي مستحيل ما بصير الحكي أبدا، أنا بعرسي بدي يكون عروس وحدة مو أكتر. طبعا نحن تخانقنا بعدين وأنا حاولت أقنعه. ما بتتخيلي قديش أنا مبسوطة. مبسوطة لأني تخانقت أنا وغسان؟ لا مو هيك قصدي، يعني بسيطة ما تتضايقي من القصة وعنقتك. وانتي بتعرفي انه الحق معه لانه عرسه كمان طبعا. وانا ما بقدر اجبره على القصة ولا بقدر اجبره يعمل هيك. لا مشان شو اصلا الحق معه، وانتي بتعرفي انه العرس مو بس للمرة ومن حقه انه يحكي. ايه طبعا، وهو خطيبك وما لازم تزعلي مشان هالقصة، فهمتي؟ انزعجتي ما؟ انا ما بنزعج منك ابدا، مو محرزة، المهم تكوني مبسوطة. هيك صاروا عرسين ورح نفرح مرتين. ايه وهلأ امتى عرسك؟ ايه اذا الله راد نحن بعدكم بشي اسبوع يعني. الف مبروك. بس بدي اسألك سؤال او بدي اقلك على موضوع، مو حكيت لك عن غسان مبارح وقلت لك انه انا ثقتي بالرجال فيها نسبة شك ولو 1% او 2؟ ايه صح. هلأ ما في؟ انا صرت اوثق بغسان 100% يا زيزي. ايه منيح حبيبتي فرحتيني. يلا بشوفك معناتها. الحياة مبنية على أسئلة كتيرة، يا ترى نحن عم نعمل الصح؟ وكل إنسان بيحاول يبني حياته على أساس قوي بيضل عم يسأل حاله هالسؤال. طلعي فيني أمال، انتي لساتك لهي اللحظة عم تحومي حوالين غسان وما مليتي؟ مو معقول لك انتي عن جد ما عندك خجل من شي نهائيا؟ والله شي يوم بدك تخلينا ننجبر نتصرف معك بطريقة غلط. الزلمة خطب فهمية حلي عنه بقى، ليش لازقة فيه؟ وينك؟ لا تضلي عم تهزيلي بايديكي، انا مالي شغل مع غسان فهمتي؟ بالله شو لك لمين صار لك ساعة عم تهزي بايديكي؟ طالما انتي عن جد حابة تعرفي رح قلك، مع اني مو حابة احكي بس رح قلك مشان ترتاحي. أنا ولؤي هالعلاقة، هالعلاقة جدية ورسمية كمان، طمنتي هلأ؟ ارتحتي ما هيك؟ ونحن عم نضيع وقتنا بالأسئلة، الحياة عم تمرق ومالنا حاسين. وبيوم من الأيام كنزنا يلي رميناه بالشارع وما عرفنا قيمته ببلش يلمع بإيد غيرنا.